الحمد لله اليوم أطلقنا مهرجان العودة للمدارس تحت هذه القبة، يعني السنة السابعة على التوالي، أن نطلع من نطاق العمل التوزيع عن طريق الجمعية وعن طريق الكشوفات. اليوم مثل ما تشوف التوزيع على شرائح بالابتدائي إعدادي ثانوي، وفي الأسرة كاملة تحت هذه القبة يستفيدون يوم مميز، يوم إجازة كترفيه وكاختيار اللي هم يحتاجون له فعلا. الحقيبة كاملة بكم هذا نستهدف أكثر من 6000 حقيبة. اليوم نحن تعاوننا مع المؤسسات سواء هذه جزء، الأجزاء الثانية في أسر متعففة تم يعني لتعاوننا مع منطقة الشارقة التعليمية، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مجلس التعليم، نادي الثقة، مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. الحمد لله شراكات كثيرة. نحن نحب نوصل هدف سامي لسمو الحاكم لما أسس هذه الجمعية، العمل الخيري في الإمارة يمكن الإنسان من الاعتماد على نفسه. فهذا جزء من منظومة كبيرة تقوم بالجمعية الحمد لله في توصيل رسالة الخير للإخواننا المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.